من فوائد الصحبة أيضا يا أستاذ ملهم النصيحة. نعم الصحبة الصالحة هي التي تنصحني، يعني لن تجد أبدا صحبة سيئة تبعدك عن طاعة، تقربك إلى طاعة الله أو تنصحك. لن تجد صاحب يخاف عليك يقول والله يا أخي تغطى من البرد، يا أخي خلي بالك من الطريق المظلمة، يا أخي انتبه من السباع، يا أخي انتبه من عقوق الوالدين. صديق السوء لا يقول لك هذا الكلام. صديق السوء يقول لك ها معاك اليوم بضاعة جديدة، عندك اليوم سيجارة، عندك اليوم تمثيلية، عندك فيلم جديد، عندك سي دي، عندك مقطع بلوتوث جديد، عندك أشياء جديدة. هذا صديق السوء. لذلك صديق الخير هو الذي ينصحك، هو الذي يحبك. يقول بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد في يوم من الأيام أن يؤدب عيينة بن حصن وهو أحد الصحابة الأخيار، أراد أن يؤدبه لسوء أدبه مع بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكان الحر بن قيس موجودا عند الإمام من عند عمر بن الخطاب خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فما زاد عمر على أن قال عفوت عنه وكان عمر وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال الحر بن قيس وكان عامة أصدقاء وجلساء عمر من القراء، من القراء الذين يقرؤون كتاب الله. نعم. عامة أصدقاء النهاردة، عامة أصدقاء الشباب من مدمنين المخدرات، عامة أصدقاء الشباب من العطلاجية الذين لا يعملون وليس لهم وظيفة، عامة أصدقاء الشباب من الذين يسهرون في المقاهي وفي الإنترنت، عامة أصدقاء الشباب من الذين يذهبون إلى السينما ويتابعون الجديد. نعم. عامة أصدقاء الشباب الذين يعشقون ويحبون ويركضون وراء الفتيات في الشوارع. إذن هؤلاء الصحبة لا تنفع ولا تفيد، والصحبة التي لا تقوم على النصيحة هي الصحبة المضرة، أما الصحبة الصالحة فهي تقوم على النصيحة. لذلك من فوائد الصحبة أنها تقوم على النصيحة. نعم. تقوم على النصيحة. نعم. ما أجمل أستاذ ملهم أن آتي إليك وأقول أستاذ ملهم بشرني، ما أخبار قراءة القرآن؟ نعم. نحن الأيام في أيام فاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. ما أخبار قراءة القرآن؟ نعم. ما أخبار ركعتي الضحى؟ ما أخبار الوتر قبل النوم يا أستاذ ملهم؟ نعم. ما أخبار معاملة زوجتك بالمعروف؟ ما أخبار كذا وتسألني أنت؟ نعم. ما أخبار كذا؟ ما أخبار كذا؟ هذه الصحبة الصالحة التي تقودني إلى النصيحة والتي تأخذ بيدي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الصحبة النجاة في يوم القيامة. النجاة في يوم القيامة من أعظم فوائد الصحبة. نتوقف عندها. طيب. لأن في يعني بقولوا في اتصال مهم جدا. طيب. طيب نستقبل أول اتصال.